في هالحلقة راح نرويكم طريقة تعديل العين. حيا الله شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ معكم اخوكم خالد شملان، مصور بحريني ومدرب تصوير وفوتو ريتاتشر. مثل ما عودناكم راح نقدم حلقات متتاليه في هذه الشهر الفضيل، وكل حلقه راح تستعرض مواضيع مختلفه. طبعا المواضيع منكم ولكم، انتم اللي اخترتوها، واحنا راح نعرضها بحلقات متتاليه. في كل حلقه راح نستعرض موضوع مختلف. قبل أن نبتدي، اللي حاب أنه هو يتابع مع هذه الحلقة ويأخذ الرو فايلز ويستخدمها، يضغط على اللينك اللي راح يطلع له، راح يوديه على الويب سايت ويسجل في الويب سايت، وراح يقدر أنه هو ينزل الرو فايل ويتابع مع الحلقة هذه. خلونا نبتدي التعديل. عندنا الصورة هذه قدامنا، صورتها قبل، راح رويكم شلون نقدر نحن نسوي ريتاتش حق العين بشكل احترافي. طبعا العين ما مسوي لها ريتاتشينج هني، راح نبتدي نعدلها. بس قبل هذا خلونا نركز، بدل ما نستعرض الصورة كاملة خلونا نسوي لها كروب. راح نستعرض فقط، نسويه النص كذي بهالطريقة أساس التركيز كله يصير على عين واحدة، وتقدرون منتو تسوون التعديل على العين الثانية بنفس الطريقة. نسوي زوم ونبتدي نشتغل على العين. طبعا العين فيها مشاكل شوية، مثل ما نشوف غامجة نوعا ما، وأيضا فيها احمرار وفيها شوية شوائب يبغي لها تنظيف ويبغي لها تعديل، وراح نسوي لها نسوي فيها بعض الأشياء. خلونا شوي نشوف العين بشكل مقرب أكثر. نسوي زوم هني ونحلل العين بشكل أفضل. طبعا مهم جدا قبل سوون ريتاتشينج يكون عندكم خطة. راح نسوي هذه الخطة حاليا، ناخذ لون احمر. تمام، نشوف العين. طبعا في البؤبؤ اللي هو بؤبؤ العين الاسود اللي داخل هذه، مو باين، مو واضح، لازم نحن نوضحه نبينه اكثر. وتفاصيل العين، لان العين وايد غامجه، فمختفي التفاصيل اللي داخل العين، فراح نبغى نبينها شوي ونوضحها. ايضا الحدود اللي هني، حدود العين نوعا ما متلاشيه، فنبغي ان احنا نحددها بشكل واضح. عندنا الاحمرار اللي موجود في العين نبي نتخلص منه، طبعا مو هذه، هذا طبيعي. الاحمرار اللي دار مدار العين لازم نتخلص منه، راح ارويكم الطريقه الصحيحة أساس إن إحنا نتخلص منها. أيضا شو راح نسوي؟ عندنا هني كاتش لايت، هذه اللايت اللي موجود لانعكاس الإضاءة اللي هو البيوتي ديش اللي استخدم للتصوير. نبغي نعكس كاتش لايت هني بنفس طريقة البيوتي ديش هذه اللي موجود هني، بس نعكس كاتش لايت راح يعطي العين رونق جميل ولمعان حلو. خلونا نبتدي التعديل. طيب اول شيء راح نسويه، راح نتخلص من الاحمرار، احمرار العين هذه. شلون راح نتخلص منه؟ راح ناخذ اللي هو layer hue وساتوريشن. تمام، راح اسكر الساتوريشن بهالطريقه لحد ما يبتدي العروق الحمراء دي تروح. اوكي، واقلب الماسك كنترول اي، راح اقلب اي، اقلب لي الماسك الى اللون الاسود، ونخبي التفاصيل هذه كلها وراح نطلعها فقط في اماكن معينه. باللون الابيض راح الون على الماسك،
نشوف. هذه الطريقة نوضح، نطلع نشيل اللون الأحمر من العين. طبعا هي أنا طلعت شوي، راح أرجع اللون اللي موجود هنا. نضغط على pressure sensitivity على أساس أنا أستخدم تابلت ويفيدني pressure sensitivity في الماسكين بدون selection. تمام، نشوف شلون نظفنا العين، صار شلنا اللون الأحمر وبقى لونها طبيعي. تمام، شوفوها طبعا فيها شوية شوائب يبغي لها تعديل تنظيف. نسوي زوم، ننظف العين من هذه الشوائب البسيطة. راح افتح لاير خالي، اوكي، واخذ السبوت هيلينج، سبوت هيلينج تول، وخلونا نسوي سامبل اول لاير. نضغط هنا نخلي سامبل اول لاير، ونستخدم الكونتنت اوير ماله. الكونتنت اوير ماله جدا قوي، ويسمح لي انه هو يقرا الديتيلز اللي موجوده دار مدارها، ويغطي على يعني يعدل التفاصيل هذه، يسوي لها ريبليس بالتفاصيل اللي موجوده برا. شوفوا شلون بس نرسم على المناطق اللي ما نبيها، وراح يشيل لي ينظف لي هذه المناطق بشكل جميل. اوكي، اذا في مناطق جدا ملفته ننظفها. طبعا الاشياء العاديه هذه نخليها، ولكن الجزء اللي كان هنا كان جدا ملفت. خلينا نسوي زوم اوت ونشوف اذا كانت العين تنظفت شويه ذي الجهه، يبغي لها تعديل. نرجع زوم اكثر، شوف شلون في شوائب بسيطة، حاول تخلص منها. هذه الطريقة. جميل، هذه العين صارت عندي هني، ونظفنا العين من اللون الأحمر. خلونا نشوف قبل وبعد. شوف الاحمرار العين راح، صارت عندي العين نظيفة بيضاء. وأيضا هذه الشوائب نشيلها ونرجعها. دائما الواحد يشتغل على لاير خالية على اساس انه هو يعني لاير جديدة، على اساس انه تقدر ان انت ترجع في الستبس مالتك. تمام، الخطوة الثانية اللي هي شنو راح نسويها، راح شوي نفتح العين ونطلع التفاصيل اللي فيها. راح اخذ الكيرف مالي، اوكي، راح ارفع الكيرف لحد ما توضح العين. شوف شلون وضحت، وضحت بشكل جميل. طبعا الافكت صار على اللاير كامله، وانا ما ابيها اللاير كامل، فراح اسوي انفرت حق الماسك مالي. وبالفرشاه راح فقط الون على المناطق اللي ابي يكون عليها الافكت، اللي هي بؤبؤ العين هذه، او ما اعرف شو يسمونها، اللي هي المنطقة البنية هذه. اوكي، هاي الطريقة. الحين شنو اللي نبي نسوي؟ نبي نشيل الافكت من السوادة هذه. شوف هالسوادة، نبي نشيل منها الافكت. فراح اقلب الفرشاة مالتي، وراح اضغط هني ضغطة،
كان نشيل البريشر سنسيتيفيتي نرجع مرة ثانية نسويها. بهذه الطريقة نضغط على أساس نشيل الإفكت من على سوادة العين هذه، ما نبي يكون عليها الإفكت هاي اللي هو تفتيح العين. يمكن الإفكت شوي زايد عن يعني بزيادة، بس راح نعادله بعد شوي. نرجع دبل كليك هنا، إذا شفنا زايد وايد نقدر نحن نعادل الإفكت بالشكل المطلوب. جميل، شو نسوي زوم ونشوف هذا الحين العين صار شوية نوعا ما يعني تفاصيلها مو واضحة كل الوضوح، فراح نسوي بعض التعديلات هيدروجين بيرنينج، وراح نسوي نحط لها تفاصيل شوية هنا. طيب جميل جدا، خلونا نوضح السوادة أكثر بشكل أوضح شوي هنا. وانت تضطر ان انت ترسمها رسم علشان تبينها بشكل واضح. تمام، شنو راح نسوي؟ قلنا خلونا نسوي الحدود اللي برا هذه نوضحها على اساس العين تاخذ ديفينيشن حلو. راح اخذ ايضا كيرف ثاني وانزل الكيرف هالمرة غمجة بشكل كبير بهالطريقة. تمام، ايضا راح اسوي له انفرت كنترول اي واي هني ارسم بالابيض على الماسك، افتح الافكت على هذه المنطقة فقط. شوف شلون هذه المنطقة فقط نفتح عليها الإفكت بهذا الشكل. الحين طبعا يبين غير طبيعي، ولكن خلونا نروحني على الماسك، نروح فلتر، نروح بلير، غازيان بلير. تمام، مرة ثانية ماسك فلتر بلير غازيان بلير، راح نسوي بلير حق الإفكت هذه. نزيد كميته شوي نشوف لحد ما يبين عندي بشكل وكأنه طبيعي، يعني كان تحديد ولكنه تحديد طبيعي. تمام، شوي بقصر عليه أكثر. اوكي، وللحين اقدر اتحكم هني في كميه اللي انا ابي اسود وايد او ابي يكون يعني جزئيا. بهذه الطريقه راح اخليه على هاي الليفل. ممتاز، الحين حددنا العين وحددنا البؤبؤ، سويناه اسود وخليناه يفرق عن المنطقه البنيه اللي موجوده. الحين خلونا نعطي العين شوية تفاصيل definition شوي. اوكي، راح اخذ layer جديد واي هني بالفرشاة مالتي، اضغط alt، راح اسوي sampling حق هاي اللون، لون بني هو. طبعا فتحة شوف شلون اللون بني وايد، فراح خلونا الفتحة شوي ناخذها فتحة شوي، بنودي صوب الأصفر أكثر. أوكي، خلينا وايد خدت صوب الأصفر. أوكي، أو برتغالي شوي أكثر، العين عسلية، نأخذ لون ها
هاي الطريقة. صقر في الشمالتي وابتدي ألون برا العين بهالشكل بشكل عشوائي. تمام، راح أخذ لون ثاني اللي هو اللون البني الأساسي بالآلت أيضا، وراح أيضا أفتحه شوي، أفتح اللون شوي وأبتدي ألون، أعطي العين عفوا دخلت على الأسود، المفروض ما أدخل على الأسود. نعطي العين شوية هني، طبعا شكلها الحين مو طبيعي. فنغير البلندنج مود ونخليه اوفرلي، نشوف الاوفرلي او خلينا نشوف السوفت لايت. اوفرلي او سوفت لايت كلهم اشتغلوا، خليها على الاوفرلي. تمام، بنسوي له بلر، غازيان بلر. نشوف نضغط، طبعا اخر افكت كان جدا قوي فبناخذ افكت جديد، فلتر بلر غازيان بلر، بنقلل قوته شويه بس ما يبين احنا كان رسمنا. يعطي العين فقط ديفينيشن ولكن بشكل بسيط. نشوف شلون العين لأن فيها ألوان مختلفة وما فيها لون واحد فقط. فبهاي الطريقة شوف شلون صارت العين فيها يعني ديفينيشن حلو. هنجرب 2.5، نعطي الإفكت قيمته 2.5 نخليه، صار هاي 205 2.5. شوف شلون لا أوكي، جميل جميل جدا. شنو عندنا ايضا ممكن نحن نسوي؟ خلنا نسوي زوم اوت ونشوف الحين العين شلون صارت، شلون صار فيها ديفينيشن لو بدون هذه مع هذه، شلون صار فيها ديفينيشن، صار فيها كولرز، صارت فيها تفاصيل شوية اكثر. الحين شنو بنسوي؟ راح ناخذ اللي هو الكاتش اي، هاي راح نسوي كاتش اي هني بنفس الطريقة. حلو انه يعطي العين رونق جميل جدا، فراح اخذ ايضا لاير جديد. اوكي، هذا اللاير راح نحط فيه الكاتش لايت، هذا طبعا نسميه كولر، نسميه كولر. وهذا اللاير استخدمناه حق شنو اتذكر؟ اوكي تنظيف، هاي نسميها كليننج. اوكي، واللاير الثالثة اللي هي الجديدة هذه راح تكون حق ال كاتش لايت. اوكي، كاتش لايت ايضا ناخذ اللي هو ستامب تول. ستامب تول لازم يكون سامبل اول لايرز. اوكي، وبيكون 100%، كل شيء 100% ماله. نسوي زوم شوي، ناخذ هني سامبل. تمام، ونحطه تحت هني في العين اساس يعطي كاتش لايت جميل. نبتدي نرسم بهذه الطريقة، حتى لو طلع لنا شوي عادي ما عندنا مشكلة لان احنا على لاير ثاني، فلو طلعنا شوي بيصير اسود هني ما عندك مشكلة. ناخذ المحاية واي امحي الاشياء الغير مربوط فيها، انا ابغي فقط الكاتش لايت الجميل هذه ينعكس على العين بشكل جميل. الحين هذا الكاتش لايت اقدر بكنترول تي، لا اضغط كنترول تي، اقدر اتحكم في شكله
أجيبه فوق تحت يمين يسار ما عندي مشكلة. فبروح أجيبه بهالطريقة أضغط هن. فراح يعطي العين لمعان جميل. نشوف شلون. شوي راح نرفع فوق نازل وايد. راح نرفع شوي فوق كنترول تي. نقدر نتحكم فيه بسلاسة. تمام. نقدر ايضا كبرة شوية. يبهني. دق انتر. نشوف شلون. موت. يعطي لمعان جميل للعين. اذا كانت طبعا قيمته وايد عالية ممكن نحن ننزل قيمته بالاوباسيتي. هنا ممكن ننزل قيمته شوية اذا حسينا وايد عالي. تمام. احنا سوينا الكاتش لايت وسوينا الكالورين والديفينيشن وشلنا غيرنا اللون الاحمر هذي شلناه ونظفناه كامل. الحين اخر شيء راح نسوي او شيء قبل الاخير يعني راح نسوي نفس ال شاربنينج. اوكي راح نسوي شاربنينج حق العين. اني حق اللاير هذي نفسه نضغط كنترول الت شيفت ان اي. هذه العمليه راح نسوي راح نسوي ستامب visible copy. okay stamp visible copy هذه راح نستخدمها في عمليه الشاربنينج. again control alt shift n e راح يسوي لي stamp visible copy. راح اسمي هذه اللاير اسميها شاربنينج. شارب. okay راح اشيل الالوان منها بضغط command shift u راح اشيل الالوان منها اسويها بلاك اند وايت. اوكي وبعدين راح اغير المود مالها الى اوفرلاي. راح اسويها اوفرلاي. طبعا شكلها الحين كلش قبيح. ما عليه خليكم معي راح اراويكم الحين شلون طريقه الشاربنينج هذه. راح يهني فلتر وراح اي حق اذر. راح اروح حق هاي باس. اوكي الهاي باس راح يخليني ان انا اسوي العين شارب و يعني كريسب جميلة تطلع فيها التفاصيل كلها بشكل جميل. طبعا ما نبالغ في عملية الشاربنينج هذه. راح خلي نشوف شلون عيني على اللي داخل هذه. اوكي ارفع ارفع شوي بعد اكثر. اوكي خلي بهاي الطريقة اسرع شوي. اوكي هذه الكميه كفايه عندي. تمام راح احط عليها ماسك. طبعا الحين لفكت على الصوره كامله. راح احط عليها ماسك هاي هني تحت. نضغط على الماسك وهي هني كنترول كوماند اي. راح اقلب الماسك هذه اخذ الفرشه مالتي باللون الابيض افتح على الأماكن اللي أبي أسوي لها شاربنينج. شلون؟ أبي أسويها حق العين ده. طبعا ما أطلع على الأبيض، الأبيض ما أسوي عليه. أوكي؟ حاسبه من هذا الشيء. راح أخفف الأوباسيتي مال الفرشاة شوي. خليه يعني حوالي 40 42 صار عندي. وراح أسوي شاربن شوية على المنطقة اللي برا هذه. ايضا من الجميل ان تكون هذه التفاصيل كلها واضحة. حلو العين تكون جدا جدا واضحة حتى تفاصيلها الخارجية. ولكن حذاري ان انتو تدخلون على المنطقة البيضاء لانه راح يعطي افكت جدا مو حلو. حلو نشوف بدون الشاطن. مع الشاطن عطى طابع حلو جميل حق العين. شوية نعطي العين أكثر في نص.
حلو حلو جميل جدا. آخر خطوة راح نسويها راح نسوي دوجينج and burning حق العين. أوكي. دوجينج and burning حق العين بنستخدم أيضا layer جديد. راح نهي fill edit fill 50% gray نقول لا أوكي راح يسويها gray 50%. واسوي اي هنا اسويها اوفرلي اغير بلندنج مود مالها الى اوفرلي وصارت عندي اللاير جاهزه حق البيرنينج اند دوجينج بنسميها بيرنينج اند دوجينج. اوكي باي هنا باخذ الدوج تول نشوف هنا مصدر الاضاءه هنا دائما مصدر الاضاءه هنا البيرن الدوج يكون في هذه المنطقه فخلونا نسوي الدوج على هذه المنطقة بشكل كذي يكون عكس هذه المنطقة تمام وراح اخذ التول burn طبعا قوتهم 22% تكون وهني اغمج على هذه المناطق حتى برع عادي اغمج شوي على هذه المناطق بس ما اي على المنطقة البيضاء هذه. أرجع حق الدوج وأروح حق هذه المنطقة تشوفوها العين الأبيض حلو إنها يكون واضح. ممتاز جدا جميل. سوي زوم أوت شوية نشوف شكل العين شلون صار. إذا حسينا إن إحنا يعني الإفكت زايد في مكان أو شيء كذي. ممكن نحن نخفضه بهذه الطريقة هنا شلون؟ نقدر نحن نخفضه لأن كل لير استخدمناها سويناها بروحها كل لير سويناها بروحها أنا أحس إن الكاتش لايت شوي قوي أوكي ممكن نحن نصغره شوي هاي هنا حق الكاتش لايت فعلا سوي زوم شوي عشان قاعد أشوف هذا كنترول تي أوكي سوي زوم ايضا اكثر عشان اقدر اتحكم فيه شوي باي بديل جهة شوي اكثر نفرة ونقدر نحن نصغر شوية علي هني يوم حركنا الشاطنينج طبعا ما يعني مأثر على هذه المنطقة فراح اي واسكر الماسك مال هاي المنطقة خلي الاوباسيتي مال الفرشاة مالتي 100% راح اسكر هذه المنطقة فقط تمام جميل الحين نسوي زوم اوت ونشوف العين شلون شكلها خلونا احط كل شيء سويته في جروب اوكي كوماند جي راح احط اياهم في جروب نشوف قبل وبعد اوكي هذه قبل وهذه بعد فرق شاسع جدا بين الصورتين فهذه هي الطريقه المثاليه لتعديل العين يعطيكم الف عافيه واتمنى ان تكونوا استفدتوا اذا عندكم اي اسئله او اي مواضيع تحبون ان تطرحونها يا ريت تكتبونها تحت عند في الفيديو وراح ان شاء الله نرد عليكم ونسويها حلقه يستفيد منها الجميع يعطيكم الف عافيه ونشوفكم ان شاء الله بكره هلا الشباب شلونكم شو اخباركم معكم اخوكم خالد شملان مصور بحريني ومدرب تصوير وفوتو ريتشارد بس قبل ان نبتدي انا حاب ان انا